رجعنا معاكم مشاهدينا متواصلين من خلال برنامجنا وأيضا فقراتنا المتنوعة ومسابقاتنا اللي نحتفل فيها هالأيام في أعيادنا الوطنية. نحب نشوف بداية الصورة الثالثة والأخيرة لمسابقتنا الليلة يعرضها لنا مخرجنا. هذا مقهى من المقاهي الكويتية القديمة. أين يقع هذا المقهى؟ وين مكان هالمقهى؟ في أي سوق؟ إن شاء الله بعد شوي لما نأخذ الاتصالات راح نعطيكم الاختيارات، واللي راح يجاوب إن شاء الله راح يدش معانا من ضمن المسابقة. الحين عندنا بس ثلاث اللي جاوبوا عدل، لكن إن شاء الله العدد يزيد في هذه الفقرة. نقول أعيادنا مع أبطالنا لما يكون الأبطال يحققون الإنجازات والبطولات في أيام الأعياد الوطنية، يكون العيد بالنسبة لهم عيدين، ويكون هذا الإنجاز جميل بالنسبة لهم وأيضا للمشجعين وللكويت بشكل عام لما يرتفع علم الكويت في المحافل الدولية. رحبوا معاي بأبطالنا في هذه الفقرة، بداية بطل العالم كابتن محمد بربيع، مساك الله بالخير. مساك الله، يعطيك العافية. والله يعافيك بعد قلبي، ما قصرت، وإن شاء الله نكون عندنا حسن طبعا إخواني المشاهدين والمستمعين إن شاء الله على طول إن شاء الله. أنت ما يحتاج بعد، وأيضا الكابتن المصنف العالمي بدر الخلفان، مساك الله بالخير، يعطيك العافية. مساك الله بالنور، ما تقصر. قبل أن نبدأ الحوار معاكم خلينا نشوف لقطات من بطولة الإمارات الدولية الأخيرة ونرجع إن شاء الله إلى الحوار معاكم. خلينا نشوف الفيديو. طبعا جمال الاستديو اليوم ايضا يتزين بهذه الكؤوس اللي نشوفها معنا موجوده بالاستديو، كؤوس الابطال واللي حققوه في هذه البطوله، بطوله الامارات الدوليه. بدايه ابدا معك كابتن محمد وربيع، شلون تشوف الفرحه والانجاز من خلال لاعب يفوز في محفل دولي، من خلال ايضا وجود هذه الاعياد والاحتفالات الوطنيه، شلون هالدمج بينهم يصير معك؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا توافيج من رب العالمين، ثم طبعا وقفة إخواني المتواجدين معي في بطولة الإمارات. الأمانة إحنا منتخب الكويت مشكل طبعا من قبل النادي البحري الرياضي الكويتي تحت مظلة الهيئة العامة للشباب والرياضة كجهة حكومية مهتمة في هذا الجانب اللي هو اللجنة البحرية في النادي البحري. الأمانة هذه مشاركة لي تعتبر يمكن الثامنة على التوالي في موسم الإمارات. أنا مشاركتي بلشت خارجية من 2006، فبالنسبة لي هالموسم الموسم قوي، منافسة فيه جدا حلوة ما بين إخوان المتسابقين من شتى الدول، لأن بطولة الإمارات مثل ما تعرف هي بطولة دولية. نعم، والحمد لله وفيها حماس وفيها منافسة. نعم، لها جولات، والجولات هي عبارة عن كل جولة لها نقاط. نعم، فبالنهاية في بطل موسم وثاني موسم وثالث موسم، فأنت شلون تكمل هالست جولات بدون الأعطال الفنية، بدون ما يصير طبعا أنت يمكن تسقط من دراجة أو تطيح أو يصير لك حادث، جمع نقاط لغاية نهاية الموسم بعدها تتوج بطل موسم. نعم، والحمد لله احنا خلصنا ثلاث جولات، الأولى كانت في دبي والثانية كانت في أبوظبي والثالثة ردينا دبي تونا قبل كم يوم، والحمد لله كانت الحصيلة ما يقارب سبع كؤوس. يمكن كابتن راح أخذ منك الحصيلة كاملة بعد شوي، لكن نبي نروح بعد الكابتن بدر الخلفان. كابتن بدر، شنو يعني لك الفوز
والفرحة مع فرحة الوطن مثل ما قلنا، وإحنا نحتفل اليوم في الاحتفالات الوطنية. أكيد هذا شعور يعني وايد حلو حق كل متسابق يبي يرفع اسم الكويت بالمحافل الدولية. أنت عاد بدأت بهالبطولة ما شاء الله يعني. الحمد لله الحمد لله، هذه ثالث سنة أشارك بطولة الإمارات، والحمد لله حصلت على المركز الأول بأول جولة بدبي، والمركز الثالث بأبو ظبي، وآخر جولة بدبي حصلت على المركز الثاني، وأنا الحين أتصدر الترتيب العام بالسباق. ما شاء الله للهواة أي، والمحترفين عاد عند غربية. الترتيب شنو اللي أنجز اليوم الفريق من خلال هذه البطولة؟ يعني يمكن إحنا نشوف أربع كروس موجودة معنا اليوم، وأعتقد في غيرهم بعد. في غير هالكوست ما يقارب 14 كاس ما شاء الله. إيه احنا بلشنا ثلاث جولات، خلصنا من ثلاث جولات، حصيل الثلاث جولات 18 كاس مقسمه على 10 متسابقين من وفد منتخب الكويت الدرجات المائيه المراكز الخمس الاولى. اول جوله كانت حصيلتنا خمس كؤوس، اسف ست كؤوس. الجوله الثانيه كانت الحصيله خمس كؤوس، والجوله الثالثه اللي تمنا رادين قبل فتره اللي هي سبع كؤوس. طبعا الشباب اللي حصلنا على المراكز المتقدمه، بدر خلفان، عبد الرحمن العمر، سالم مطوع، براك القواندي، عبد العزيز الزعتري، بدر الشطي، كثير طبعا المتسابقين اللي زيد الزيدي. وزيد الزيدي للامانه الابطال اللي نفتخر فيهم. نعم. خاصه في ابطال عندنا الحين ناشئين وقاعد يبرزون بهذه الرياضه. نعم، عندنا بريك اخير ومن بعد نرجع ان شاء الله نتواصل معكم مشاهدينا، فاصل وراجعين، خليكم معنا. مستمرين معاكم مشاهدينا في هذه الفقرة مع أبطالنا في أعيادنا، وكابتن بدر إذا نسألك، أنت كهاوي اليوم لكن ما شاء الله بطل وقاعد تحقق إنجازات، شو اللي تحتاجه من دعم اليوم كهاوي علشان تطور من نفسك أكثر وتصير من فئة المحترفين والأبطال مثل ما بربيع بطل العالم، تأخذ أنت بطل العالم؟ طبعا أول شيء تحتاج الدعم المادي، لأن هذه رياضة الجتسكي، رياضة محركات، رياضة مكلفة، تحتاج الدعم المادي. قاعد تقط من مخباتك؟ أكيد تقريبا كل شيء من مخباتي يعني كل شيء ما قصر ويانا النادي البحري، بس هم نحتاج أكثر يعني، لأن صراحة رياضة مكلفة جدا. نعم، فمو بس حق يعني حتى مو بس الهواة، حتى المحترفين يعني، وإن شاء الله نشوف الدعم المادي إن شاء الله. الله يعين. كابتن محمد، يمكن نقول المستوى ما تذبذب بفترة من الفترات، يعني أنتم ما شاء الله كمنتخب الكويت للدرجات المائية ماشي من سنوات، من 10 سنوات تقريبا بالإنجازات مستمر وماشي، يعني كل بطولة قاعد تحققون مراكز أولى، ما في يعني مستلمينها صح. حتى كبطولة عالم ما شاء الله أنت نعم. حققت هالشيء كأول كويتي وأكبر إنجاز تقريبا. نعم، شنو سر هالإنجازات اللي ماشية ومستمرة الحمد لله؟ اول شيء الحمد لله توفيق من رب العالمين. الشغله الثانيه ما يخفى على الجميع ان الكويت ما شاء الله دار مدارها كله بحر، ما اعتقد ان بيت ما عنده جتكي، واحد من عيال عمه وخالته ما عنده جتكي بالبيت. نعم، فالحمد لله شباب عندنا مطرقين بشكل كبير بهالرياضه هذا جتكي، وعندنا الامانه لجنه مهتمه اللي هي النادي البحري الرياضي، طلعنا منها، اخواني كانوا يشاركون قبل، رفيج اخوي، فالعديد من اهلنا والقراب منا من ربعي كانوا يشاركون قبل. حلو، فكنت احضر سباقاتهم وخذيناها كخبره احنا كالصف الثاني، والحين عندنا صف ثالث ما شاء الله. الصف الاول هو خلص اعتزله نصهم، يعني ما ياخذ جيلك وجيل غيرك على قولتهم. اوكي. فجينا احنا الصف الثاني الحمد لله، شفنا طريقه مسابقاتهم قبل، طريقه تمرينهم، شلون نكتسب الخبره، اللياقه البدنيه، من هالامور الحمد لله قعدنا نتطور فيها اول باول، وقاعد نهتم بهالجانب. يعني انا ما اي والله اليوم بس اشارك لي مثلا سباق سباقين واقول انا بس بوقف، هذه بالنهايه هي حب على قولتهم، هوايه فيك، اذا انت حبيت هالشيء راح تنجز فيه. بس قطيتوا سنوات من مخابيكم صح؟ نعم. ولا لا؟ قطينا تكاليف يعني ما ود نتكلم فيها، حتى سياره احنا الحين انا بكلمك سياره ما عندي. عندك جيت سكي ما عندي جيت سكي بس عندي سياره. فالامانه الواحد اذا حب هالشيء يضحي من عشانه، الامانه كل المتسابقين بهالمجال الحب يجتهد، يحب يرفع اسم ديرته صحيح. يحب انه يفوز بهالهوايه اللي هو داش فيها. أنا خذيناها كاحتراف وخلاص، مدام خذيت احتراف فيك فيك يعني، ما لا. توقف إلا أنت بالغمة على قولتهم. صحيح. كابتن بدر، هذا الصرف اللي تدفع من مخباتك واللي قاعد أكيد يعني يأثر عليك، أنت قاعد تدفع شغال، ما يخليك شوي عزيمتك تطيح ولا أنت ما في بايع يعني، اللي عندك بايع علشان تنجز؟ لا هو مو كذا يعني، هو لازم يكون شيء أن أنت حاب هالشيء، هواية هي بالأخير يعني. فبتكون انت حاب هالشيء وبلشت فيها والحمد لله يعني جبت مركز،
فودك تجيب مركز بعد بتكمل بعد تكمل فهذا اللي قاعد يصير يعني عشان كذي يعني فعشان كذي مخليك مستمر يعني ماشي الحمد لله ما راح تزهق ما راح تمل والله ما ادري ايش يصير ما ادري يقول المستقبل احنا عندنا مسابقه دائما من خلال برنامجنا ناخذ اتصالات مع المشاهدين باخذ اتصالات ويمكن بعد انتم تشاركونا بالاتصالات مع مشاهدينا نشوف الصوره على الشاشه مخرجنا اذا معنا اتصال نقول الو الو هذه الصوره لمقهى من المقاهي مقاهي الكويت القديمه في اي سوق موجوده اول شيء تعرف اسمك احمد عبد الله السوارج احمد السوارج عبد الله السوارج احمد هذه الصوره وين هل في سوق الغربلي او سوق الصفافير او سوق شرق هذه قهوة سوق الخرابيز في الغربلي الغربلي يعطيك العافية تابعنا أحمد إلى نهاية الحلقة ألو ألو مساء الخير كابتن مربيع معك الاتصال ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة يعطيك العافية الله يعافيك أنا معك الصورة تدل على شنو سوق خليك كابتن كابتن كاميرتك معك إيه مقهى الخبازين سوق الغربلي الغربلي بس اسمها ما اخذنا الاسم سوق مقهى الخبازين انتصار شكرا انتصار ناخذ اتصال بعد حبيب نواف كابتن بدر معك الو السلام عليكم الو السلام عليكم وعليكم السلام نواف معك نواف هاي الصوره وين يا نواف الغربلي او شرق او الصفافير الغربلي تابعنا الى نهايه الحلقه نبي وصلنا الى السحب ولكن نبي مشاركتكم معنا كباتنا عندنا نواف اجابته صحيحه وعندنا انتصار وعندنا ايضا احمد نبي ثلاث وهم عندك كابتن انت وكابتن بدر نبي ثلاث اسماء من السته اوريكم ليه طبعا الاول منو مرات تبطل موجود منو سلوى اي نعم سلوى حيدر الاولى الثانيه كابتن بدر احمد السوارج الثالث وداد عيد وداد مبروكين الفائزين طبعا حصلوا على قسيمه شرائيه من الكترونيات الوزان وساعتين كل ساعه نسائيه مقدمه من بهبهاني للساعات اشكركم جدا شكرا كابتن محمد شكرا كابتن بدر يعطيكم العافيه وانجاز الى انجاز ان شاء الله ومشاهدينا نشكركم على حسن المتابعه ونشكر كل من اتصل فينا وشارك واللي حالف الحظ ألف مبروك واللي ما حالف الحظ يتواصل معنا الأيام القادمة متواصلين معاكم طوال شهر فبراير مع السلامة